مو من طبيعتي أشكر الوزير على تعاونه في الرد على الإجابات، لكن أصبح التعاون للأسف شيء نادر. لذلك أشكر سعادة الوزير كمال أحمد على تعاونه، فعلا أتتني الإجابة وكانت يعني بعض الأمور مو واضحة بالنسبة لي، وطلبت منه التوضيح وأعطاني توضيح، وطلبت منه توضيح آخر وأعطاني توضيح. وأمانة ما قصر، كان حتى عندي استفسار آخر لكن استحيت منه. أمانة الآن يعني هو لذلك وزير ما عنده مشاكل مع النواب، لأنه قاعد يتعامل بشكل واضح، لأنه أصبح للأسف يعني التعاون دائما يجون بعض الوزراء ويطرحون التعاون بين السلطتين، التعاون بين السلطتين، لكن ما نشوفه على أمر الواقع. في بعض الوزراء نسألهم يجاوب على كل شيء، على حالة الطقس، على ارتفاع الموج، على كل شيء إلا سؤالك، كأن احنا يعني للأسف نقرض خارج السرب. يفترض التعاون بين السلطتين نشوفه ونلمس احنا كمجلس نواب، عشان ان العلاقة تظل علاقة ودية وعلاقة تعاون. مجلس النيابي هو مجلس داعم لكل التوجهات الحكومية الصحيحة، لذلك حبيت بس أؤكد على هذا الأمر.